وجه وفد مجموعة مؤسسة كرامة التي تضم أكثر من 77 مؤسسة نسائية سودانية الشكر إلى الرئيس السيسي لحرصه على تقديم الدعم الكامل للمرأة السودانية منذ بداية الأزمة. جاء ذلك خلال زيارة الوفد إلى المجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار مبادرة المجلس لدعم الشقيقات السودانيات والتي أطلقها المجلس بهدف التعرف على العقبات والمشاكل التي تواجههن.